السلام عليكم. كابوس يؤرق المسافرين والسائقين، حوادث الطرق ونزيف الإسفلت، مصير ينتظر الركاب نتيجة طريق غير صالحة أو رعونة سائق أو سرعات فائقة. من قضاء لآخر يتنقل الأبرياء بين طريق وطنية مهترئة وأخرى لا تصلح حتى لمرور الماشية. قضاء الموت في لحظة لم يحسب لها الراكب أو لم يحسب لها الراكب حسابا، أو العيش ما تبقى عاجزا أو مصابا أو مفلسا. فعلى الطريق الوطنية رقم 1 يمكنك لقاء الموت يوميا. أهلا بكم إلى حديث المدينة رفقة ضيوفنا في حلقة خاصة، وهم السيد بوعزة المفضل نائب وزارة الشباب والرياضة بالعيون. أهلا وسهلا بك أستاذ. مرحبا. وأستاذ عبد الله الصالحي أحد شيوخ قبائل الصحراء. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا أستاذ. وسيد محمد الشيخ النبض منتخب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. وأخيرا وليس آخرا عبد الله جداد رئيس منتدى نادي شباب الساقي الحمراء لألعاب القوى بالعيون، أهلا وسهلا بك. مرحبا. أهلا وسهلا بكم جميعا. قبل فتح النقاش في حلقة الليلة نبقى مع هذه الشهادات لطفلين لا زال في عمرهما بقية، نجيا بلطف من الله وعائلات مكلومة في فلذة أكبادها. لنتابع. ركبنا تغدينا وركبنا عندنا راجعين، صايت من ماشي لحقنا كازا، قف طفل اسمه أحمد طاهري، صايت من ماشي لحقنا مراكش، قف مدرب تمينا ماشي زاد لحقنا قدير، قف طفل صاحبي كان قاعد حذير وقضيت معاه إلين قف وطلعوا شي من الركاب وطلعت أنا قعدت حذي أمره، وكان قاعد عزيز له بلا الكرسي اللي له، وصاي ما حدنا تمينا ماشي لحقنا تيزنيت تعشينا فيه، وتمينا جايين لحقنا 6 ولا 7 درنا الحادثة، تمينا احنا تميت انا راقد ولا وعيت وعيت والناس تصقي ذاك عزيز يصقي على ذاك اللي كان صايق وما سوق له، جا عزيز فتح لي الدفء وقال لي مشي ما تحاني حد، مشيت انا هابس جواني قف لحقتهم النار، صاي تميت انا جاي صاي لحقت بلاصة وقفت فيها، جات قالوا لي يلا دوك لامبيلونس ما بغيت، جات مرأة وصونعت قالت لي حافظ نمرة بوك امك، عطيتهم لها صونعت عليهم وقالوا لها حانيني فمي لين جا عمي حسنة وداني. كنت قالت مع واحد دري سميته امين وصلنا اكادير، لقيت بويا واقف في المط هذا المحطة وقال لي هبط ياك، وهبط ومشيت معاه. صليت المغرب صهنيت عليه قال لي راه حنا داخلين للدار البيضاء، هذا اخر مكالمه بيني وبينه. لما اتصلت به المره الاخرى التليفون مشدود، اتصلت بالمدرب ديالهم قال لي ودي راه ديشارجالو كيلعبوا فيهم الالعاب وداك الشيء في التليفون ديشارجالو التليفون، هذه اخر مكالمه بيه الله يرحمه مسكين. قبل ما يمشي عنقني واحد العنق كبيره، انا توحشت خويا بغيت نشوف يا ما سخيت بيه عنقني وقال لي انا غنسافر وانت ما تمشيش معايا. حنا حمد لله وشكرين شي عطاه الله اداه، لا اله الا الله محمد رسول الله. حقيقه ولدنا بقى فينا عزيز علينا، ولكن دما هو عز منا اللي هو الله سبحانه وتعالى، امانه كان حاطها عندنا وديعه بغاها اداها. هو ادرى هو كي سافر 2 مرات هاد الثالثة لا توصف، فرحة ديالو لا توصف، تنقول ويلي هاد الدري مالو واش تسطى ولا مالو، فرحان باغي يمشي. وقبل ما يمشي تسكى حدايا فوق السرير وقال لي أنا واش مرفوع عليا ماما، واش مرفوع عليا أنا القلم؟ قلت لي مرفوع لك أولدي القلم. قال لي واش دابا الكتاب كيحسب عليا ولا؟ قلت لي لا ما كيحسبش عليا. قال لي ولا مت واش غادي نطلع للجنة؟ قلت لي إيه. قال لي غنموت بغيت نموت دابا. قلت لي سكت ما تبقاش تقول بحال هكاك صافي. والغد ليه اللي غيسافروا كيلعب واحد الكرة في حدا التلفازة وكيقول لي شتي هاد الكرة اللي ما كتبغينيش نمشي ليها غتشهري ويهضروا عليا الدول والرؤساء وغنشهرك أنت وبابا إن شاء الله، وهو يقول لي وغادي وغنغنيكم إن شاء الله، أنا اللي غنغنيكم غد. بلاصتو عليا ديما كان كيضحك معايا. ايوا
رحمن الله وانا اليه راجعون. شهادات حية وحقيقة يعني يعجز اللسان عن التعبير عن ما شاهدناه من تصريحات ومن يعني آراء لأصدقاء وعائلات الضحايا المكلومة تغمدهم الله بواسع رحمته. أستاذ بوعز المفضل، يعني أبدأ معك النقاش اللي أبغينا مثلا نطرحه، يعني النقاش وطرح السؤال الجوهري. في نظركم هذه الكارثة اللي بغينا مثلا نحدد مسؤوليات، نحن ذكر في حلقة تحديد المسؤوليات وفي حلقة يعني النقاش المفتوح، اللي بغينا مثلا نحدد مسؤوليات أو على الأقل نقول إيش واقع، كيفاش ممكن تفضل أستاذ؟ شكرا لكم. في هذه اللحظة لا أملك إلا كلمات التعازي والمواساة لأسر الضحايا، أطفال في مقتبلي العمر وأطر رياضية كانت تسهر على تأطيرهم لسنوات، وكذلك مسافرين رحم الله الجميع، وتعازينا باسم وزارة الشباب والرياضة لكل الأسر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الأطفال سأتحدث عنهم على اعتبار أنهم أولا أبناؤنا في مدارس رياضية اغتصب حلمهم في أن يصبحوا أبطالا وماتوا شهداء، اغتصب هذا الحلم بعد عودتهم ومشاركتهم إلى جانب رفاقهم على المستوى الوطني من مدينة بوزنيقة، كانوا عائدين منتشين بفرحة انتصاراتهم لأنهم للتاريخ فازوا على أقرانهم على مستوى الجهة، فازوا على أقرانهم ببوجدور وبطرفايا، وكانوا منتشين عائدين إلى ديارهم. شاء القدر والقضاء، قضاء الله أن يأخذهم في طريق سيار، في طريق أودى بعدد كبير من الضحايا. في هذه المناسبة أنا أغتنم هذا البرنامج باش نتوجه إلى كل مستعملي الطرقات على أنه التهور واللامسؤولية ما يمكن لها تنتج عليها إلا مثل هذه الفاجعة ومثل هذه الآلام ومثل هذه الأحزان. فرجاء، نعاود نكررها، رجاء كفى 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 من التهور، كفى من اللامسؤولية، إن الصدمة كانت قوية ولا زالت، والأسر مكلومة أطفالا ورياضيين ومسافرين رحمهم الله جميعا في هذا اليوم. نعم رحمهم الله. الأستاذ عبد الله الصالحي، الطريق تحصد يوميا الأرواح، أما آن الأوان لرحى حرب الطرق أن تتعطل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدوري نعزي أولا صاحب الجلالة على هذا وأولاده اللي توفاو، ونشكره جزيل الشكر على الرعاية المولوية، ونعزي عائلات الضحايا، ونعزي رؤوسنا، ونعزي المغاربة كاملين من مكانه، لأن هاي صدمة وطن. وهاي الصدمة واعد اللي مرقوا منها، لأن أي مالي خرص واحد ولده ما حاجت له هاي الفاجعة. ونتمنى الصبر من عند الله للجميع، والله اللي بقي فينا الحال حتى، والمسؤوليات هذا يارت المسؤولين اللي هما مسؤولين على النقل، ومسؤولين على الطريق، ومسؤولين على صحة جميع المغاربة خصوصا في طريق السيار. أولا سغمان ندخلوا في الموضوع، أنا نحمل مسؤولية مباشرة وزارة النقل، ونشارك فيها شركة السيارة،
ونقد نحمل بعض المسؤوليات، يعني ما نقد نقول عنهم مناديب جهويه ولا شيء، يعني نقد نحملهم للوزاره مباشره، لان هما اللي يعطوا تعليماتهم للمناديب. وزير النقل الى حد الساعه ما فتكلم، بزاف ساكت ولا حضر. مع اولا رانا شاكرين وزاره الداخليه على حضورها المباشر للوزير والوزير المنتدب، وعلى تسخير وزاره الداخليه كامله، حتى سيارات الاسعاف اللي تابعه لها كامله سخرت في هذه الفاجعه، وعن تعاطفها مع اهل الضحايا. وشاكرين ملي الوالي جهه العيون على قطعوا الاجازه ديالو وجا في سيارته خاصه، وشفناه في الصور وفي الاذاعه على انه هو صباح مسعف ويجري شهور الطائره اللي لا يترفد الناس محروقه. والله هاي الطفله توفات اليوم، رانا معزين اهلها اليوم ملي، ورانا شاكرين، وهذه هي المسؤوليه. واللي نقول وزاره النقل تتحمل مسؤوليتها الكامله في هاي الطريق اللي تقتل الناس، وخصوصا الطريق اللي واعد الجنوب الرابطه بين قريميم بين قريميم وقويره الى القويره، لان الوزاره دائما تخصص 3 ملاير للطريق. وتخصصت 990 مليون للنقاط السوداء. احنا ندوروا الوزير دريك عنه يتحمل مسؤوليته والمسؤوليه بالمحاسبه. يمرق للجرايد، يمرق للصحافه، يقول لنا مشكل الطريق شنو؟ الطريق احنا نجي معها يوميا. انا من الناس اللي جاي معها لا يامس نهار الحد. الطريق كامله محفره، ما فيها من شاف. ما فيها من شاف. إلى عاد الوزير قاعد يتحمل مسؤوليته، يتحمل مسؤوليته، وعاقب قاعد الفاجعه عيارته ولا يقدم استقالته ويوفى منها، لان دريك عرفنا عنه راهي المسؤوليه كامله تنحط على عاتقه هو ولا عاتق رئيس الحكومه. لانني نقول لك مثلا احنا باقي فينا ما عز وزير حد، من غير وزير اتصال حص قبط الوقت هون في العيون. ياك سمعت. ثانيا انا اتمنى على الوزاره منهم كان جاي للعيون ولا جاي للصحراء عنه ما يجي في الطياره، يجي في الطريق يجرب حتى هو الطريق. ما هو انه يعود قدامه موتور جدارمي وراه موتور ويفتح له هو الطريق ويخلوا الناس. اذا هون احنا نحمل المسؤوليه كامله لوزاره النقل. دبر راسها، لان الطرق الى عاد قنيطره والمهديه طريقها صالحه ومخسوره فيها الفلوس. اذا هون نعرفوا عن كل وزير اللي يعدل بلده ويعدل محله. من هون حتى احنا صار اعطونا وزير صحراوي يعود وزير النقل. كانوا حتى يعدلنا الطريق. اللي اعطونا نعدل الطريق ولا وفاو كاع. ومازال عندي ياسر من الكلام اللي يقولوا، لان السات ايام ملي على معلوماتي عنه دخل سائقين جدد 200 سائق جديد. وذوك السائقين اللي عندهم الخبره الاكثر منهم نقزت. ياك سمعت؟ يا غير دريك احنا ما نقدوا نسبقوا التحقيق. لان لا قلنا شيء سبقنا التحقيق. قضيه المشاكل اللي يقولوا الغازوال ويقولوا احنا طالبين من الدوله وطالبين من الحكومه وطالبين من الملك الله ينصره عن هذا الثمن ديال المازوت، عنهم يقلعوه عنا ويخلونا نشروه كيف كيشروه ولاد الشمال. واحنا بحالنا بحال الشمال. مغرب واحد، ولات لينا باغيين نشرو شيء من المازوط الرخيص، لان احنا ما نستافدين منه الاقاليم الجنوبيه، مستافدين منه باطره التهريب، مستافدين منه التجار الكبار. انا ماني اللي يلوح اللوم على رئيس الشركة عنده كماين ولا شيء. يا غير السائقين حتى هم عندهم اغلاط. لا يكذب حد. يا غير خالق شيء نقول لكم. هو عندنا رانا مثلنا اخوتي باغيين هذا الدعم تعطيه الدوله فيه 30 مليار ولا 34 مليار وعدلوا لنا بها لا الطريق بالناقص. طيب كون الطريق افصلوا لنا مع هذه الفايقه ولا تخلصوا علينا ماسوط. احنا كل يدير المخير في اهل الصحراء ولا الجنوب. يدير بلان ولا جوج في الشهر. هو الثاني منين يقيس؟ طيب سنعود لهذه النقطه بالتفصيل. استاذ النبط، يعني العنصر البشري يعني هو المعني بالامر بصفه مباشره، يعني بسبب هذه الكوارث والاسباب المسببه لها. في نظرك هذه الحادثه، يعني الاراء تتضارب بانه مثلا الحادثه كانت عن طريق تقصير عنصر بشري في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء انا بدوري أقدم تعازي لعائلات الضحايا، أقدم تعازي للأندية التي كانت تشارك فيها هذه الأطفال، أقدم تعازي على هذه المأساة اللي حقيقة
لم تعد فقط حديث المدينة بل أصبحت حديث العالم بأسره نظرا للظروف التي مرت بها والتي تركت جرحا عميقا في فينا. حقيقة هذه 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 مأساة كبرى تقع في هذا الإقليم. وصراحة يجرني سؤالك على أن العنصر البشري الأخطاء هذا قضاء وقدر، لكن دائما يجب تحديد المسؤولية ليس فقط للمحاسبة ولكن حتى نتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل. المسؤولية موفقة بالمحاسبة، نعم، تحديد المسؤولية أولا. ففي جهة العيون بجدور الساقية الحمراء، وقد قلنا هذا بصفتنا منتخبين مرارا، قلناها أمام المجلس الجهوي الذي كان يستقصي آراء المنتخبين وآراء المجتمع المدني وآراء جميع الجهات المتدخلة، قلناها في جلسات المجلس البلدي بصفة عضو في المجلس البلدي، قلناها في الجهة، وقلناها حتى لما قام السيد وزير النقل بزيارة للأقاليم لتفقد احتياجات الإقليم. وأنا هنا أتأسف لتقليص ميزانية الخاصة بالطرق اللي كانت مرصودة لهذه الجهة. ما كنا نطالب به في البداية هو تثنية الطريق، هو جودة الإسفلت اللي متواجد مع الأسف في الجهة الجنوبية. إحنا نمرقوا بسيارتنا من طنجة من الشمال ونتموا ماشيين في تموناكت ما نحسوا يعمل المورتيسورات يعودوا ميتين، يعمل الوتة تعود مسارية، يا غار نحسوا بتموناكت نظرا لجودة الطرق. يا غار عند منين ندخلوا لحدات الصحراء؟ عند منين ندخلوا الشين؟ قالوا الأقاليم الجنوبية تقول عنك راك في زورقة، تطلع وتقض راهي طريق معدلة وجديدة. يا غار مع الأسف وكأن ليست هناك مراقبة، ليست هناك محاسبة. طرحنا الأسئلة، علاش ما تعود الطريق مثنية شأنها شأن الطرق في الشمال؟ فقيل لنا على أن هذه حسابات تكون حسب المركبات التي تمر بها، لكن الناس والمسؤولين ينسوا القضية مهمة على أن هذه طريق وطنية رقم واحد، يعني شريان اقتصادي، يعني كربط شمال المملكة بجنوبها، هذا شريان للحياة ماشي للاقتصاد. وإلى عاد حد هامه يعدل تنمية في هذه الأقاليم وهامه يعود يخمم المصلحة العنصر البشري أولا اللي كان في هذه الأقاليم، يا أخوتي الطريق الوطنية رقم واحد هي الرابطة بين أوروبا وإفريقيا، هي التي تمر من المغرب من شماله إلى جنوبه، هي كما قلتم مشكورين على أنها الشريان الحقيقي للمملكة بأسرها. هذا هو الاعتبارات اللي خاصة تتاخذ، هذه هي المسائل اللي خاصنا نديره في الدراسة، ما هو عنه تكلفة كم تعطي كم نعدله فيها. أستاذ نبت غير تجد رغم أنه بدون أن أقاطعك، رغم أنه على أن معروفة على أنها طريق تجارية بامتياز، الخيرات اللي موجودة هون واللي تنتقل شور شمال المملكة والأوروبا فهي تمر من هذه الطريق الوطنية رقم واحد. نعم، خاصة أن الحديث تجدد حول تأثير الطريق عقب كارثة يعني فيضانات قليميم والطنطان، كثر الحديث، تجدد الحديث حول تثنية الطريق، ولكن ما زال الأمر كما هو عليه وبقي دار لقمان على حالها. هناك 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 مشاريع الآن لتوسيع الطريق واللي بادين بها في بعض الأشطر. نعم، يا غير حقيقة رأي ما هي بعد اللي باغي أهل المنطقة. نعم، أهل المنطقة يدوروا تثنية الطريق، ما ندوروا تروت كاع كيف اللي خالقه في طرق السيارة، يغير على الأقل الطريق تعود مثنية. نعم، هذا هو مثل تزنيت، مثل تزنيت، ومثل يعني مثل ما بين الصويرة ومراكش اللي اللي حقيقة كانت، حتى أنا هذه الطريق أسميها طريق الموت بامتياز. نعم، أولا تشوفوا لا زرورة الطريق، وكأن كيف قال الأخ على أن المسؤولين ما يتخطوا من ذيك الطريق، يتخطوا لا من 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 بالطائرة. تكلمت عن المسؤولية العامل البشري، حتى هذه البرامج اللي تعدل ليس فقط وزارة الشباب والرياضة، فقط جميع المتدخلين اللي يعتنوا بالطفولة. أنا طرحت نقطة في اجتماع ديال الجهة، الوقت اللي كانوا داروا كونفونسيون، داروا اتفاقية شراكة
ما بين الجهات الثلاث مع لارام. وكنت دخلت في هذه النقطة على أن هذو الأطفال الصغار اللي يمشوا في المخيمات الصيفية وفي المخيمات الشتوية وفي المخيمات الربيعية، واش من المعقول على أنه الطفل اللي يمشي يزوز مرحلة 15 يوم ويمشي يقطع 1200 كيلومتر وربما إلى 1800 كيلومتر لا هي الحق فم خالية خيمته خاصه يفوت شيء راقد، ومنين يعود جاي يمولي راه ما هو لا يستفاد ليامات الأولين من المدرسة لأنه لا يجي خالية خيمته لا هي برد. قلنا لهم على أنهم يشوفوا الصيغة في هذه التعريفة تعود تستفد منها هذه المجموعات الرياضية والمجموعات ديال الأطفال اللي يمشوا بالمفرد على أنه يكون ترويح ويكون مسائل إيجابية لذاك الطفل، ولكن مع الأسف تأخذت هذه النقطة وندار التوصية وتمت محتاطة حبيسة الرفوف. نعم طيب أستاذ عبد الله يشدد، يعني أربعة عناصر، يعني أطفال خمسة عناصر من منتدى شباب ساقي الحمراء تغمدهم الله بواسع رحمته فقدتهم، يعني أستاذ عبد الله جداد، يعني أولا تعازينا الحارة لكم، كيف ترى الأمر وفي نظرك لمن تحمل مسؤولية مجرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كذلك بدوري لا يسعني إلا أن أعزي أنفسنا وعائلاتنا وكل الشعب المغربي بهذه الكارثة أليمة اللي في حقيقة هزت مشاعر العالم كله، لأن حديثة غريبة من نوعها. وأنا كنت على علم أثناء وقوع الحادثة، لأن كانت هناك سيارة من جوج ديال العداءات ديالنا ركبوا مع سيارة ثانية اللي مشاو شاركوا في مراكش، وجاي معهم بوعثمان المدرب النادي، وجايين في سيارة مع أصحاب بن قرير، عندنا اتفاقية شراكة مع بن قرير مشوا معهم وجايين معهم، تركتنا وقفوا في طنطان يصلوا. الصبح تخطى الساتيان لا صلوا وتبعوه 10 دقائق، اللي قال الرجل 10 دقائق وقفوا على الحافلة جبروا فيها قدات النار، وكيشوفوا التركة والمدرب يعني قدات عنده الطفلة الصغيرة هذه اللي الحمد لله شافها الله الآن ولا يتمرك مستشفى مراكش. وقالت له استاذ انا كذا فلانة، قلوا سميت انا عداء كذا صافي، وقع له واحد المسكين ما نعرف داكشي الاخير انهياروا العداءات ما يقدوا يدخلوا للستيام يرفدوا الناس لان صافي النار ثقبات صافي، وهذيك الطفله داروا عليها الكشه وكذا الى اخره. وش نقول لك، حديثه ماساويه ونتمنى عنها تحد الباس، وان شاء الله ما لا يرى في الشعب المغربي اي شيء مشكل بحال هذا، ولكن لابد ان نتكلموا على طريق الموت. طريق الموت في الصحراء بالخصوص بقي كنعقل انا بانه كانت ادت الى وفاه السي البرباري اللي هو مؤسس رياضه الكاراتيه بالداخله، وكان في حصه تدريبيه وكنت معاه انا والعياري عبد المولى، ومشينا للسماره وجينا وطرحنا هنا تيان في الفجر في رمضان في العيون، ومشات خطة للداخلة في بوجدور قالنا راه في راج خبطوا كاميومات هذا البربري اللي الداخلة كاملة حزنات في التسعينات. كانت هناك حادثة سير اللي كانت الضحايا غادي تكون 34 أو 35، الحمد لله نجاهم الله، لما الحافلة اللي كرينا لواوة ديك الساعة كرينا في 97 كرينا حافلة من اللي كيعدلوا البلايا، ومشينا باش نشاركوا في الملتقى الوطني لألعاب القوى في مراكش 97، والحافلة نزلت مع النزلة ديال الإذاعة، والفران مشى الحافلة ولا شق عليها وقضات مع ذاك الفيراج ومشات وتقلبات، ومات الشيفور ومات مرافق، والتركة كاملين أصيبوا برضوض وإلى آخره. ولحد الآن عندنا طفل فقد الذاكرة ديالو فقد الوعي الآن مسكين جراء الحادث بدون تأمين وهذا طفل بطل العالم في الرياضات الجماعية الجامعية في ألمانيا، ما نذكروش الاسم باش العائلات ما يقعنا مشكل. فلحد الآن كذلك هناك الحادثة ديال الرويجل، نعرفوا النادي الساحل اللي مشى
والسياره ديالو خبطها وتقلبات الحمد لله. نعم. مشاو طافيلات كذا الى اخره. نعم. هناك حادثه اخرى مؤلمه جدا 2014 في طريق طرفايا، تلامذ ديال مدرسه محمد الخامس اللي نعم ماتوا كلهم ساكن. اذا راه هذا يعني احداث تتعلق بالمجال الرياضي وبالرياضي الثقافي وابناء المدارس مساكن. نعم. اللي لا حول ولا قوه لهم. يعني هذا الطريق واللي في الحقيقه انا 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 اناشد جلاله الملك والمجالس المنتخبه، لان المجالس المنتخبه الوقت اللي دارت الاراده. نعم. مجالس منتخبه انا كنقول البرلمانيين ومجالس المستشارين البرلمانيين ممثلي الامه بصفه عامه ورؤساء. نعم. المجالس الجهويه ملي كانت عندهم الاراده عنهم يشدوا الارام وينقصوا منها الثمن، وعاد الطياره ما تجبر فيها بلاصتك، راهي الطياره ما لا تجبر فيها بلاصتك وعاد البيه رخيصه. فلا يعقل بحال اللي قال النبط ومعنا المندوب، لا يعقل انه اولادنا خاصه احنا كنتكلموا العاب القوى اللي كنمشيو ما عندنا كيران لا ساتيام ولا لا ساتاس، ما عندنا كنمشيو لا كارين في ستافيتات وفاندروفيرات وماشينيون، وخاصك تمشي في واحد البرنامج. هاد التريكا مساكن اللي الان مشاو. نعم. مشاو ضحيه علاش؟ لانهم براعم الانديه كتدربهم. هذا اسنقار الله يرحمه اللي بطل عالمي والى اخره وموظف الاطار، وعزيز بوعالي اللي شعله 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 من الرياضه، ما نقدر نقول لك خساره كبرى هاد الناس. خاصة عزيز بوعلي كما ذكر الصبي عبداتي انه هو اللي كان قد. هو اللي كان اما كان عزيز بوعلي يخرج هو السبب. نعم يخرج. نعم. هو يمرق و... يعني هون كتبقى المسؤوليه، يعني ذيك روح المسؤوليه عند القيمين على الاطر ديال وزاره الشباب والرياضه. اذا كما قلت وديال الرياضيين مثلا حرصوا على انه انقذ روح بريئه، وهو مثلا قضى نحبه في هذا الحديث. وما بالك باسنقار، شاك عنك الحاج اسنقار لا يمرق هو وحده. هادو التركه مساكن انا حسب ما التحريات اللي درنا واللقاء واسمو. نعم. الى اخره جبرنا بانه غالبيه التركه الصغار كانوا جالسين لقدام. نعم. لقدام. فاذا الحادثه تسير من اللي شفنا وشفنا يعني الهيكل ديالها، شفنا فين دخل الكاميو اللي جاي من موريتانيا. نعم. هذه شاحنه جايه من موريتانيا والحافله جايه من كازا. شحال من كيلومتر هذاك؟ هذاك الشيفور انت رقد انت استراح. الشيفور ديال الشاحنه منين انت هو راقد؟ هاد الناس كيقولوا الباترون خصك تدخل لكازا في العشرة ديال النهار، عندك لا يترفد هما اللي تجيب النواذيب. نعم. دقيق ولا الله اعلم، وهما مساكن وخصو يشرب القهوه وداير بوطه عنده باش يتيفهم ولا القهوه هو ماشي. وشوف الحادثه في طريق ما فيها فيراج. نعم. ما فيها عقبه ما فيها طلعه، طريق مستويه. اذا انا كنظن والبارح سمعت ان في اذاعه طنجه الحوار كان صريح من الشوافر كاملين، والشوافر ديال الصحراء خذوا التليفون قالوا بان كانت هناك كان نوم. نعم. النوم كان ما هذا ما ما, ما ينكروا حتى حد، احنا ما غنسبقوا التحقيق ولا غنكونوا دون تحقيق، ولكن احنا سمعنا الشوافر اللي الشوافر قالوا او يمكن حاله التهريب الغازوال ولا المازوت ولا ليسانس ما كان، ولكن الحادثه لكن سبب مباشر هو مثلا تدخل عنصر بشري مثلا النوم قله الراحه وما الى ذلك. استاذ عبد الله يعني سنواصل الحديث في حلقه الليله بعد تتبع هذا التقرير، لنتابع. ليس هذا مشهدا سينمائيا او لقطه تخضع للمؤثرات البصريه، انما نراه حقيقه ليست على ارض هوليوود، بل كانت مسرحا لها احدى مقاطع الطريق الوطنيه رقم واحد هنا بإقليم الطنطان. كثر الحديث حول ما جرى وتعددت التأويلات والتكهنات والأسباب وراء الكارثة الإنسانية. تضاربت الآراء بين من قال إن الشاحنة كانت محملة بخزان إضافي للبنزين، وأخرى إن النوم وقلة الراحة غالب السائق على حين غرة. الحصيلة ثقيلة والنتائج أعظم، 33 بينهم براعم وأطفال في عمر الياسمين، وجرحى تتلقفهم ألسنة اللهب ومرارة الألم وعذاب حروق بلغت أعلى الدرجات. الحصيلة لم تقف عند هذا الحد، بل انطفأت شمعة أخرى لروح كابدت وقاومت الموت، لكن في النهاية أسلمت الروح لبارئها. أمام كثرة التأويلات خرج بلاغ لوزارة الداخلية ينفي أن تكون الشاحنة محل الحادثة ذات صهريج، في انتظار استكمال التحقيقات التي بدأت من مسرح الفاجعة. لم يعد الأمر مجرد حادث عادي، بل طرح السؤال والتساؤل عن من المسؤول عما جرى،
هل هي الطرقات المهترئة التي تحصد بلا هواد الأرواح تبعا، خاصة المؤدية إلى الأقاليم الجنوبية، أم مسؤولية تقصيرية من طرف شركات النقل ومستعملي العربات وعدم احترامهم لضوابط السلامة الطرقية، أم أنها مسؤولية السائقين الذين غيبهم الموت ليرويا حقيقة ما جرى؟ لم تكد ساكنة الأقاليم الجنوبية والمملكة تستفيق من فاجعة فيضانات جليميم الطنطان وسيدي إفني وتلملم جراحها الغائرة حتى تنتكس جروحها بإزهاق أرواح أطفالها وشبابها ودائما على الإسفلت. فبأي ذنب قتلت أحلام هؤلاء الصغار الذين لم تعطيهم الحياة فرصة رسم ملامح مستقبل متألق تفخر به أباؤهم، مستقبل اغتالته طريق الموت؟ سؤال يخالج نفوس الجميع وبحرارة أكثر من رزق في عزيز عليه. الصبر واليقين بالله سلاحهم في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق. أهلا بكم من جديد. نواصل معك أستاذ بوعزة المفضل، يعني فصول هذه الحلقة للوقوف على الأسباب والمسببات وتحديد مسؤوليات. نحن الآن في حلقة تحديد مسؤوليات والأسباب وما إلى ذلك. أستاذ عبد الله أشار إلى نقطة جوهرية، مثلا أن الراحة والسهر أو قلة النوم هي كانت أحد، ربما تكون أحد أسباب مباشرة في هذا الحادث. سؤالي لك، واش مثلا قيمين على شركة النقل ما كان راعوا مثلا ذيك الخصوصية ديال أنه حافلة تعود بثلاثة سائقين، تعود المداورة، تعود الراحة بين نقاط الكيلومتري، خاصة أن العيون تبعد عن أكادير بحوالي 600 كيلومتر، يعني مسافة طويلة، فما بالك بالدار بيضاء بالداخلة والمناطق الأخرى؟ أعتقد كما أشاروا الإخوة اللي تدخلوا سابقا، بالإضافة إلى حالة الطريق السيئة، هناك عامل ديال العنصر البشري. وأعتقد على أنه كيف قلت في بداية الكلام ديالي، على أنه المستعملين ديال هاد الطريق الرابطة وهاد الشريان الوحيد اللي ربط شمال المملكة بجنوبها بإفريقيا، أعتقد على أنه نظرا لشساعة ديال الأراضي وطول المسافة، فالعنصر البشري يلعب دور كبير جدا 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 الى جانب وضعيه ديال البنيه ديال الطريق. واعتقد على انه خص جميع السلطات الامنيه او المكلفه بتتبع ومراقبه الطرق ومراقبه الحافلات. ربما الارقام في المغرب واضحه، الأرقام جل حوادث السير أسبابها النقل العمومي، من حافلات كبرى، من تاكسيات، من شاحنات. أعتقد على أنه الرقم واضح، ووزارة التجهيز عندها هذه الأرقام، على أنه النقل العمومي يشكل عنصرا مهما في ارتفاع عدد ديال الضحايا ديال الطرقات. طرقنا للأسف تقتل أكثر من حرب دائرة في دول. وأعتقد على أنه الأوان على أنه كلنا نتحمل مسؤوليتنا. العنصر البشري صحيح، وقال كما قال السي عبد الله، على أنه لا يعقل على أنه كان جازف بحافلة فيها 50 ديال ديال ديال, ديال الأطفال أو لا 50 ديال المسافرين، باش نتحدثوا على الجميع، 50 ديال المسافرين، وتنسلمها لسائقين وتنطلب منهم يوصلوا في 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 وقت معين في زمان معين بسرعة فائقة محددة، يعني توقيت محدد، يعني خاص هاد الناس ديال الشركات على انه الربح ما يكونش على حساب ضحايا بحال هكذا. صحيح لانه هاد الشركات كتقوم بدور مهم في ربط جميع الأقاليم بأسطول مسخرة للنقل، صحيح أن الدور ديالها مهم، صحيح أنها تقرب مسافات، ولكن على الأقل تراعي يعني وتوضع في حسبان ديالنا على أنه راه هناك ضحايا. الحافلات كيمكن لها تعوض، الخسارات كيمكن لها تعوض، الطرق كيمكن لها تعوض،
ولكن ما كيمكنناش نعوضوا واحد الانسان ابدا، لانه القيمه ديالو تساوي لا تقدر لا تقدر. نعم. وعلى انه خاصه اذا كان هاد 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 صبي في مقتبل العمر ديالو، عمر ديالو ما كيتجاوز 12 سنه. نعم. وقد شاروا الاخوان على انه يجب صياغ اخرى، يجب مراجعه. واعتقد على انه المسؤوليه هي واضحه باش ما نبقاوش تنخبيو. نعم. هي مشكل ديال الطريق. نعم. حنا تنستعملوها الطريق وضعيتها يجب التثنيه ديالها. نعم. يجب اخذ الصاره ماشي شويش مع 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 المستعملين ديال الطريق. نعم. خاصه فيما يتعلق بالشاحنات، انتم كتعرفوا على انه الشاحنات اللي تتنقل من الجنوب كلها خاصها توصل في واحد الوقت معين، اما للدار البيضاء او لطنجة او بمعنى انه الشركات المسؤوله عن النقل سواء ديال الاطفال او النقل ديال البضائع خاصها توضع، لانه لا يعقل شروط السلامه ضروري شروط السلامه تعدد السائقين وتنوع عمر الراحه طبعا وما الى ذلك. اعتقد يعني على شركات ديال النقل ديال 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 الاطفال نسبيا دايره جوج ديال 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 السائقين، ولكن ما اعتقد على انه كاين شي شركه ديال النقل بالنسبه للشاحنات كيديروا سائق واحد وتيطلبوا منه كيقال صعب على انه يدخل في توقيت محدد توقيت معين، لانه عنده بضاعه مرهونه بتوقيت معين وخاصها تروج، ولكن ما يمكنش هذه البضاعه نروجوها على حساب هذا العدد من هذه الضحايا. والارقام خطيره جدا، شار لها ربما سعد الله واكيد على انه العدد كثير. هذا الطريق اللي ماشي طريق سميتو طريق ديال الموت. نعم. طيب استاذ عبد الله الصالحي، مجرد علم جلالة الملك بالحادث اعطى تعليماته الساميه بالتدخل التكفل بالضحايا، لكن اثارني تصريح لعبدتي اباه انه عمه هو اللي تكفل بانه يوصلوا من مكان الحادث الى طنطان، ومن بعد ذلك جابوا حتى العيون. نفس الشيء مثلا بالنسبه للروايه تقول ان السائق الاحتياطي للحافله اللي كانت في الحادث يعني تكفل حتى هو بالتنقل على حساب الخاص، يعني التدخل في هذا الجانب، يعني مثلا واش تعطل كذا ما الى ذلك. لا هي في هذيك اللحظه نقد نقول لك عنه كاع كل شيء مرتبك، ما تقدر كاع كلام حد. ياك فهمت؟ ولكن احنا المهم عندنا ضيق هو المسؤوليه وتحديد المسؤوليه، وحنا لا تمينا ساكتين. خاصه اولا شوف كاين مجلس الاستشاري شوف الصحراوي. نعم. وكاين المنتخبين اللي كاملين لا يكذب على عنهم، كاملين في المسؤوليه لا يكذب حد. نعم. نعود واقعيا. يا غير احنا بعد في دشرة النادي القودرونات موجوده مثلا قاعد نشوفوا الرمل، يا غير خالق شيء يا اللي بتكلف بطريق السيار الى عتي وزاره النقل عليك المسؤوليه. ياك سمعت؟ لانه علاش؟ نقول لك علاش. شوف وزاره النقل اولا وانا لاحظت في المغرب كامل، لان راهم ما هو الحادث الفاجعه الذي راهم عطى الله الحوادث الفاجعه. نعم. راهم لهم عامين وثلاثه وتخطاوا، رانا معزلين عنهم كاملين. نعم. وراهي الليل البارح ما راهم وقعت كاع. يا غير حنا اللي نشوفوا عندنا المشكل دائما نرجعوا لوزاره النقل، يقول لك علاش؟ منين ما كتجي كتجبر مبني واحد البوست كبير، عندنا حنا في الصحراء بوست ديال جدارميه، وفي الطريق لوطوروت ديال 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 الشمال كتجبر واحد الاداره كبيره ديال الدرك الملكي. ولكن انا ما قديت نعرف علاش ما يبتنى واحد البيت مستوصف ديال الطب يعود فيه دكتور وممرض، وتعود حداه سياره اسعاف، ويعود حداه سياره ديال رجال المطافي، باش اي كيلومتر قريبه تعود اي اكسيده وقعت تلتحق مباشره بها. يعتقوا اي حد يعتقوا ساق موقعة ساق مخله، لان كنت ضيقتي الى جات الوقايه المدنيه من طنطان وجاو طايرين الوقت اللي علموا بالاخبار، جاو الله يجازيهم بخير ورانا مولي شاكرينهم على العمل ديالهم. نعم. يا غير دائما نحطوا المسؤوليه على وزاره النقل، يقول لك علاش؟ الشوافر كيف ما كان نوع الشيفور ولو عدت سايق سيارتك راسك لا يتعيا في الطريق. نعم. خصوصا هاي الطريق من عند العرقوب الى الداخل، الى عاد كاع جاي من الداخل كاي سقادير خلات خيمتك. لان وزاره النقل ما قبلوا تماكن وخاصتهم الكماين منين يسترحوا ولا يرقدوا وتعود دايره، لان هي الوزاره الوصيه على جميع الشوافر ديال الكماين وجميع شركات النقل. يعود قانون على الشيفور عنه الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه منين تقبض الوقت في الطريق الفلانيه يوقف كمين خاصه، يعود موفر له منين يخوي السمك ديالو، موفر له
منين يبلاصي ويرقد يسرح، لان منين تقبض هاي الطريق ذاك من هنا الى طنطان تغلبك لا السوق يغلبك لا العيال. استاذ عبد الله مثلا حتى واحد القانون اخر يفرضوا على الشركات ديال النقل مثلا بضائع سواء الوطنيه او الدوليه بانه يكون في كل 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 يعني مركبه يعود فيها شيفورين، يعني في تعد ضروريه هذا وزاره النقل حقبال يعني مراقبه من طرف نقاط هذا شوف وزاره النقل خاصه دير ذا يا غير مسؤوليه حكومه يعني دخلت في النقل دخلت في القطاع السياسي كامل الحكومه كامله خاصه تدخل. نعم. واحنا انا بعد شخصيا نطلب من جميع المنتخبين ديال الجهات الثلاث نعم ومننا احنا كشيوخ قبائل ومن لوكال كوركاس عنا نديروا ملتمس صاحب جلاله عن هذه الحكومه تفصلنا مع هذا اللي تخلص علينا في المازوت والزيت. هذا الفرق احنا رانا معينا فيه عباد الله، رانا مثلنا بغينا ياكلها عنده بلان ديال واتو ديرو يا غير يفصلونا مع هذا اللي دخل هذا صندوق المقاصه اللي خلص علينا احنا ذا ومثلنا بغيناه 30 مليار 34 مليار 20 مليار يا سيدي عبد اللي بها الطريق بالنقص بغيت انا الطريق تدي وحده تجيب. نعم يقسم لا الطريق لا عدل الطريق راه تصلح كل شيء. نعم ويبطوها من هون يدخلونا موريتان. وفي هذه الخطوه مثلا ممكن نقطعوا الطريق على مثلا حركات تهريب المصرف. شوف حركه التهريب اللي تقطع على مثلا شوف شوف هو لا قاش لا يكذب على راسه ما يعود شيفور عنده بلان كميون يقد كاع يعود مول الشركه معالب به وعنده بلان ثاني ما عمره كانوا يدخل شوي بجيبه هذا لا يكذب حد خاصه تم يقول الصراحه والصراحه خاصه ما تغطي بالغربال. ثانيا نقول لك مثلا وزاره الشباب ومعنا ممثل ديال انا تمنيت لو كان معنا ممثل التعليم النايب والله والله بوديل اكاديمي لان انا ما عرفت واش كاين شي اتفاقيه بينهم عن التلاميذ اللي كان هم يقدوا يسافروا في الليل ولا ما يقدوا كان قاعد يعود يسافر مع اهله راه يتحمل مسؤوليه اهله يا غير هذا اللي يسافر رحلات مدرسيه رحلات رياضيه راهو شوف راهو الجانب يشارك من الجمعيات الرياضيه وتشارك فيه وزاره الشباب والرياضه اذا عاد خارج تلك الصغار اللي تمشي عندها شي بطوله وعاطيه الدعم للجمعيات الرياضيه يا ذاك الدعم تقطع منه البيه ديال الطياره لوروتور ولا نقطع في ساتيان باش يبقى لي شنو نديرو بجيبي خاص مولي يعود هون المعقول وتعود هنا الشجاعه ولا عاد شي اللي يبقى لي ما بقات فعني انا راني عندي جمعيه وخاصني نعدل وجهي لا جمعيات الرياضيه حتى هي اللي عاد تدعمها الدوله راهي تتحمل مسؤوليتها لان هاد التركه الصغار الله يرحمه لا يعطيو يشوف كار ولا يتمشوا مع المسافرين يا تعود عندهم كار شباب الرياضه عندها في ممثلها يا غير يقدم لنا دوما تجي ميزانيه ديال الكار ولا تجي ميزانيه الشيء. نعم. احنا واعدين به الوزير يعني هذه نقطة استاذ يعني عبد الله هذه نقطة جوهرية مثلا هذا ما نقطة شوف نعم. نعم. انا متصلين مع ذا نعم. يلين مرق التحقيق ولا مرق التحقيق ولا شكاي. نعم. إلى عاد شافوا الراقد قولوا حملوه لست ايام. نعم. إلى عاد الكميون مولاه راقد حملوه. نعم نعم. الغازوات. نعم. نحن في انتظار تهريفات مرك تحقيق عنه ما خالق يعني ولا خالق ايصاص ولا خالق شيء اذا من هون نعم. اللي خالق مشكله لا في الطريق نعم لا في الطريق الطريق طيب يعني في اشارت النقطه الجوهريه مثلا استاذ النبض نحن مثلا في تحديد المسؤوليات مثلا ولكن الاساس اللي بغينا مثلا نحدد من المسؤوليات علاش ممكن نعتمدوا تحديد نعم. مسؤوليتنا تجاه هذا الحادث اللي وقع نعم قبل الاجابه على هذا السؤال ثلاث نقط بعجاله اشارها الاخوه لولا بعد نوه بالتدخل الملكي السامي اللي تكفل بجميع المسائل ديال التعزيه واللي عز المواطنين ونوه كذلك نوه كذلك وهذه نقطه لمستها في المدينه التكافل الاجتماعي نعم جميع الساكنه ما نقول الا 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 داخل الوطن حتى خارج الوطن واللي عنده علاقه بدي المنطقة كان هناك واحد النوع من التضامن إلى درجة أن حسينا عن هذا أولادنا كاملين صراحة بكل صراحة أقولها حتى المسؤولين عن الرياضة الأندية كذا مات لو يرقدوا مساكين والكلام على طبلة التاي في الشارع في المقاهي في كل شيء جابدين الأخبار هذه الواقعة اللي وقعت النقطة الثانية شار لها الاخ عبد الله وهو يسرد الحالات اللي وقعت من المآسي للرياضيين والوفود الثقافي وكذا نعم في هذا الاطار هناك مأساة نعيشها كل يوم نعم في هذا النقص الحاد الحاصل في الخدمات اللي تقدمها وزاره الصحه في هذه المناطق نعم كنشوفوا على ان بعض المرضى تفرض عليهم الوقت على انهم ينقلوا
للمستشفيات داخل المملكة. مثلا موقع دريك مثلا في الحادثة تم نقل الحالة الخطيرة للمستشفى الجامعي بن طفيل. لا عيني عيني كاع انا علاش يطمن ذا على ان داخل المستشفى والآليات كاينين والطب غايبين وما نعرفهاش والمشاكل اللي دائما تتكرر واللي ما قدينا نجبروا لها علاج. واحد لا يدير لا لاباراي ديال الكلى خاصو يرتفد ويتعود حالته الصحية كذا ويركب فابيلانس ويمشي في هذه الطريق. يتم لين ذي هي حفرة ترتفد الوتة وتنطرح تقول عن زلزال 5 ريشتر بمقياس ريشتر. هذه إشكالية هذه مع هذا اللي وقع. هذا لا موجب على أن ذي الحوادث اللي كانوا اللي حقيقة هذه المسائل ديال المرضى اللي كيمشوا في هذه الطريق. والله يسمح لنا منهم كمنتخبين، والله يسمح للمسؤولين منهم، والله يسمح للناس اللي ساكتة على ذا الوضع اللي ذا هو. قضية أخرى ندور هون نستغل البرنامج رسالة ندور نمررها فيما يخص العامل البشري والمسؤولية ديال مستعملي الطريق اللي عندهم الوتات واللي عندهم الشاكليط واللي عندهم المطير. احنا هون انا كنلاحظ واحد القضية على ان كلها يطبق القانون لا اللي ينعود جدارمي يخزروا ولا بوليسي واقف متخزن لها والله كذا والله كذا. احنا خصنا نحترم قانون السير والنموذج هذه المأساة اللي توقع. خاصة الرقيب الذاتي يعني ما هو الرقيب مثلا هذا هو ما أريد أن أمرر رسالة بغيت نمررها في هذا البرنامج على أن خاصنا نعود نخافوا ألا من ذاك اللي لا يوقع من المشاكل اللي لا يتوقع. لأن إلى عاد واحد قابض حضره وقابض اليمن وماشي بالشور يا غير ذا جاي راقد والله سكران والله واقع فيه شيء وتعود مأساة كذلك. يا الله المستعملي الطريق يحترموا قانون السير انطلاقا من عنه ما يعود يسبب الضرر لنفسه والله لعائلته والله لحد ثاني. نعم طيب نعم هذه كاع نقطه هذه كاع هي الاولى وهي الاخيره. نعم ساعود لك اعطي كلمه للاستاذ عبد الله جداد. جداد مثلا احنا انت يعني زرت العائلات ديال الضحايا كيفاش مثلا جبرت الناس يعني اوصف لي مثلا اوصف المشاهدين نفسيتهم حالتهم كيف تم التعامل معهم وما الى ذلك استاذ. على اي هاد الوليدات الله يرحمهم اللي هما عندهم بطاقات ديال العاب القوى ويمارسون هاد الرياضه وبغاو خالقه امراه كتحرص تجيب ولدها من المدرسه وتديه للدار وتقف معاه يرفد الحوايج ود الرياضه وتجيبوا الرياضه وتم جالسه في مسعد في لونيب يعني يكملوا تردوا. ومن توفى مشات لست ايام وما عرفات وتاخذ ومشات عند المندوب تشابوا الرياضه ومشات قالت لود ولدها مني اللي جبرات وتقول له هذا ولدي. شوف وجات عائلتها ونازين عندي الكلام اللي قالوا الاخوان ديال التكافل. انا شخصيا التكافل بدا من طرف صاحب الجلاله الله ينصره في هذيك الرعايه وهذاك التدخل صاحب الجلاله وحضور السيد الوالي مش عارف طنطان واللي وصل بحال النار في الهشيم يعني وصل خبر الوالي راهو فهم وجا الوالي مولي هنا ومشى عند الناس والمندوب اللي كان مشغول كذلك في يعني ترقب الحالات واللي مشاو زاروا العائلات. شنو نقول لك هو ما 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 هذا ما فيه وصف ولكن اللي يمكن نقول ما بعد الحادث هناك اسر خاصه في العاب القوى تعاني الفقر تحت الصفر. انا اقول الفقر تحت الصفر من عائلات ناس يعني ناس ساكنين في بيت وكوزينه والراجل متقاعد والراجل عاطل والمراه شغاله كتصبن وليداتها 4 ولا 5 بنيتات وعندها ذاك الطفيل. هذا هو اللي كنتكلم انا ما بعد الحادث. وساكنين في ديور في منازل لا يطيح لان احنا الرياضه اللي كنمارسوا العاب القوى بالخصوص واللي عارف السيد المندوب هي رياضة غنية ولكن يمارسها أبناء الفقراء. نعم. بطل إسلقار ألا تعرفون بأنه كان في دار الطالب؟ هو إزرقينات. محل إقامته في دار الطالب. كان في دار الطالب لأن بغى يقرا وبغى كذا وبغى يدير رياضة لأن كانت دار الطالب عندها مكانتها ماشي دار الطالب هي للمحتاجين ولكن بالعكس. فالان اسنقار الله يرحمه بنيته عندها عام ونص وكتلعب بواحد النفاخه قدام الدار ومنين يعني اش نقول لكم يعني احنا انا شخصيا مع الاخوان في هذا اللي قالوا ولكن لا يزيد شيء ثاني عن لا يعقل ان تقع حادثه في القرب من جماعه شبيكه بلديه شبيكه ومهرجان شبيكه
والقريه السياحيه ما نعرفهاش الشبيكه والجولف ما فيهاش امبيلونس ما فيها سيارات اسعاف ما فيها سيارات رجال المطافي ما فيها رجال يا اخوتي من القرقرات الى طنطان الى 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 بيزكر ما كايناش امبيلونس في الطريق ما كايناش باستثناء الامبيلونسات الجماعات اللي هما ضعاف لاكوبتير ها هي جات رفضت الطفله مسكينه داتها طفله انا قال لي يسبوع تبالي انا المندوب عيط لي انا في ستونز ديال الصباح قال لي جداد واش فراسك حيت قلت لي يلاه قالوا لي قال لي تيقن تيقن عايم ولي عطيتو التليفون للراجل عيط له انا كذاك صافي حنا جفتي الاقلام ف يعني قال لي الراجل هو حاضر وحنا ما هذا اللي وقع وقع ولكن خصنا العبره اللي جاي لا يعقل انه ثلاث ساعات يلاه جات لي زومبيلونس يلاه جاوا البومبي اش راه يطفي هذا ما كنا نتحدث مثلا عن يعني في رد الفعل يعني مثلا ممكن توقع الكارثه ولكن رد الفعل خاص يعود مثلا سريع وبالتالي ممكن نخفوا من حجم انا كنقول بانه وقالت لنا وقالت لنا بنت بانه سياره اسعاف وحده رفدت سته ديال 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 كذا ديال السياره السياف وحده رفدت سته ديال في غترفدهم بحال بحال داكشي المهم على اين فانا شخصيا كنادي شباب السقيه الحمراء انا كنفكر كنادي ربما سنقرر برفع دعوه قضائيه لوزير التجهيز والنقل حنا كنعرفوا بان نصرانيه فرنسيه في الرباط واش ضدو ولا لو ضدو فرنسيه في الرباط كتصدر في الرباط وركات على بنانه وطاحت وتهرسات ورفعت دعوه قضائيه وربحتها لان هادشي ما كاين فشي دول الناس اللي كتحترم الديمقراطيه وحقوق الانسان حقوق الانسان هاد الوليدات حنا دابا السي بوعز الله يخليك شحال كيمشيو ديال الاطفال المخيمات الصيفيه السي مطور 3000 طفل كتمشي في المخيمات الصيفيه وقلبك على يديك الى سعيديه كتحط في المؤمن استاذ جداد ولا يا ودي التامين يروح لجهنم شوف من تامين انا كنقول هاد الاطفال اللي كيمشيو في الحافله بحال اللي قالوا الشيفور راك من هنا تيان الى سعيديه ومعاه الثاني كيرقد بدليل انا الشيفور الثاني كان راقد في في, في 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 المقصوره ديال الشوافر اللي تحت عند الرويضه عند الرويضه ثانيا الكيران نقول لك انا الكيران جداد الان فرق رقوبه بين الكيران الجداد حنا درنا لي ريزيرفوار ديال الكيران القدام كيكونوا في الجهه الثانيه من 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 من, من, من الكيدون من عند الشيفور كيكون في الجهه الثانيه هذه الان عند الشيفور يعني دخل الكاميون اللي دخل في ريزيرفوار ديريكت ريزيرفوار فيه ما عرفتش شحال من نيترو ديال المازوت والبوطه كانت قاديه ولا داك الشيء وقع ما وقع ولا كارو ولا اذا كنقول بانه انا نعطيك مثال احنا ابناء العيون وعارفين عارفين بانه كان الحوادث السير اللي كتحصدها طريق العيون المرسى اكثر من اللي كتحصدها العيون طنطان العيون المرسى لان الناس الحواته ماشي ولكن كان واحد الوالي الغرابي الله يذكره بخير قال لهم بلاتي اجي نقادو هاد الطريق لانه هو اللي صوب ديال شتوكا يتباع هو اللي صوب ديال هكادي ودرت الثنيه ديال البلايا شوفوا البلايا الان يلاه حديثه شي واحد الا بغى ينقلب ولا كان سكران ولا الله اعلم شوف طريق البلايا اللي كانت ضيقه والرمله تعرف شحال غير تجهيز والنقل ربحات ديال الفلوس غير من هذا الشيء ديال محاربه الكثبه الرمليه حنا كنا كنمشيو كجمعيات باش نغرسوا باش نديروا كذا اذا حنا الان ان الاوان باش وزير النقل والتجهيز يقدم استقالته ما يقدم استقالته داك ما غادي لنا فيه الدعم اللي كيقدموا لهاد الناس ديال يعني استقالته من عدم هي نحن كنطالبوا المسؤوليه بالمحاسبه حنا نعم المسؤوليه بالمحاسبه استقاله وزير من عدم هي يعني مساله ما حل شوف بحال اللي قال السي صالحي واللي عنده ارقام وهو عضو في الكركاس وانا كنظن بانه المجلس الاستشاري الملكي كان يتحمل مسؤوليه سي خليه لنا كذلك في انه يرفض ملف ويديه لسيدنا باش يدير لنا التران انا ما يمكن نستافدوا حنا من القطار مال هذا القطار هذا زعما القطار غير الناس كاين المغرب النافع والمغرب غير النافع نعم لا هذا القطار حنا اولا عندنا الطريق ما هو بحال ديال مراكش اللي غادي يخسروا عليها الملاير باش يديروا الطريق في وسط يعني الجبال مستويه مثلا حنا شوف القارب ديال موريتان من فين كيمشي من نوادي بويلا 1800 كلمة تقريبا وماشي القارب ماشي والناس راكبين في الموريتانيين وممكن نعم. اذا حنا نطالب نعم. بالدراسه ديال السكك الحديديه نعم. لا يعقل انها ما تكون السكك الحديديه ثانيا يكونوا يعني هناك واحد الحزم حنا عجبونا الناس ديال الدرك الخدمه كيفاش اشتغلوا معنا كيفاش تعرفوا كيفاش كيبلغوا العائلات كيفاش كان التواصل السلطات المحليه كله اشتغل صحيح نعم.
ولكن وشفنا الجنازه ديال 13 واحد وجنازه ديال اثنين ايام سو جنازه اليوم كيفاش الناس مختلفين شي عز الثاني تضامن مجتمعي تضامن شعبي كبير استاذ يعني عندي واحد النقطه مهمه نقطه الله يجازيك تفضل لان عبد الله شهر ياسر من النقاط المهمات الله يجازيه بالخير وتكلم غير انا دائما كان نربط وزاره الشباب مع النقل ولكن لا الشباب اللي في هذه الحاله ماشي انه احنا ذاك الشيء ما احنا كنقولوا اللي عندنا قال المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوي المنتخبين اللي في الجماعات اللي حداهم الطريق ديالته تعدل والمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوي اللي هو الكوركاس جمعوا اجتماعهم الاخير على الطرق وداروا الطرق فيها الحقونيه فيها ياسر من الطرق ديال الصحراء وديال الجنوب ونسنات مع وزاره النقل يا غير منين تبدلوا الوزارات الى عاد هذا التالي عنده مشكل مع ذاك احنا بعد ما يدخلونا في مشاكلهم احنا المهم عندنا داخل قال الملك عدلوه اللي قال الملك الله ينصره عدلوه الى عاد تودي عمي انت بغيتي بينك انت وحزب داك الشيء يعنيكم داك الشيء بيناتكم تضايقوا وتكاتلوا احنا بعد لا تدخلونا مشاكلكم قال الملك شي يعدل عدلوه الى عاد ذاك الحزب تضايق مع ذاك وجا وزير بلاصه ذاك وبغى يخسر على ذاك ذاك احنا ما علينا هيك مثلا الكوركاس شوف الكوركاس ديال خدمته الملتمسات درناها المنتخبين الله يجازيهم بخير داروها ورانا مولي كنا خالق واحد يكذب عليك حد رانا مولي ما ننساو عنا ما نشكروا السلطه المحليه اللي كاينه في العيون اللي جرات الليل والنهار ووقفت مع العائلات ووقفت على خدمتها والجمعيات الرياضيه اللي واساو الناس وجراو معاهم رانا هذا كامل غير عندي نقطه قالها قبيش الدار قالها العائلات فقيره يا غير هاي العائلات ملي كتستغلها وزاره الشباب والرياضه وتجري باولادها ودير بها الميداليات ودير بها السمعه ودير بها كذا علاه ما تعاونها لي هذه الفقراء؟ علاه ما تعطيهم تعويضات السي عبد الله شداد؟ يا الوزاره اللي عندها ميزانيه تصيفط المندوب ما هو عنه خلوا المندوب واحد معنا احنا هون مندوب ما عنده ما يعطي كذب حد الا ما جاته ميزانيه من الرباط والله ما عنده ما يعطي لحد كذب شي واحد ولا نقولها قدام يا غير خاص حد قبض الترك الصغار ولعب بهم وجاب بهم الميدايات وجاب بهم وقطع بهم البحور وقطع بهم الطريق الطويله يا الوزاره المكلفه الوصيه تقبض عائلاتهم والله قاعد مع هذو عائلاتهم تعطيهم هم السكن يا كان مرتاح نفسيا كان يعطي لها كبر ويعطي لها صغير هذا الامر يعني عنده مسلك قانوني هو انه مثلا يعني هذوك يعني الابطال الصغار مثلا اللي مشاو قضوا نحبهم او حوادث ما ذلك يعني كاينه اجراءات قانونيه كتمثل في التامين يعني هذه الامور قانونيه فهمت يعني هون تعويض الوزاره الوزاره كدير مثلا اجراءات قانونيه التامين تعطي ست ايام اسمعني نقولها لا ولكن حتى الوزاره حتى الوزاره عندها تامين على الاطفال ثاني حق بعد الوزاره والله هو الرياضي كما كانوا احنا ضيق من تجي عند نادي رياضي تخلص شين قالوا له سورانس نعم مالك ليش تدخل النادي الرياضي ما خلصت 4000 ديال الصوره؟ مراسل اسمع لو حالي هذه جمعيتك انت هذه جمعيتك انت السي عبد الله هذه الجمعيه ديالك انت عدلت فيها ذاك ديالك تتعدل احنا ضيق نتكلموا على عام مالنا نتكلموا على جمعيتك انت ما هي داخله مشاكل احنا نتكلموا على الوزاره الوصيه شكون هي؟ نعم ياك اسمع وضري كاع الوزاره بلا وزير راه الا بكر عظم شي خربق وشي عدل اللي بغى المندوب واحد هذا الراجل ضيق معانا احنا ما ولوا قدامي والله ما عاد في العيب ما قلت نقولوا فيك العيب نعم يعني طيب وضريك راه قاعد معانا وعنده جنازه وراه قابضين احنا هون طيب لانه علاش؟ احنا بغينا نحدوا المسؤوليات على من؟ نعم طيب احنا الملك شوف نعم. الملك يصغي ويعطي الاوامر ولا خالك شي ما يعدلوا منين تجي القضيه تحد الوزاره كلها يرجع اللور والوزير قاعد الاول اللي شيخهم الكبير قاعد كاع اللور حتى هو ما غادي راهو قال عنهم شي السدر يشوف الماء هو والوزيره ديالو شي دوله ثانيه نعم. وبخلينا احنا هون واحد نعم. احنا قاعد عندنا تعقيب بسيط تعقيب بسيط تفضل سأعقب فيما يتعلق نحن الان في الحديث يجب ان نتحدث عن جميع الضحايا نحن نتحدث صحيح ان هذوك اطفال ورياضيين هي الاشكال يهم ضحايا اخرين الى جانب الاطفال اعتقد على انه المجهود اللي كيدار فيما يتعلق بنقل الاطفال من المناطق الجنوبيه هو مجهود كبير جدا الدوله تقوم بمجهود كبير يجب ان نعترف هذه حقائق خصنا نقولها على انه نقل الاطفال للمخيمات او المشاركه في التظاهرات الرياضيه يتم عبر حافلات في المستوى الجيد جدا ماشي بحال ابناء الشمال اعتقد على انه هذه العمليه يعني حقائق خصنا نقولها القضيه ديال فوقاش يسافروا هذا نظر المسافه الطويله راه ما يمكنش شي واحد اللي غينتقل من العيون للرباط ما يمكنلوش ما يديرش نهار وليل
نعم اعتقد لهذه العمليه طول المسافه طول المسافه وبالتالي خاص حتى الهياكل اللي تعود مستعمله تعود عمليه جوده عاليه. المشكل ليس مشكل في, 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 في كيفيه نقل الاطفال. الاطفال تتم بشكل جيد جدا. الانديه الرياضيه ساتيه تابع شباب الرياض سيد مندوب. لا لا ساتيه تابعكم الوزاره غير ماشي تابعكم. اذا هون انت كتكلم على الحافلات المخصصه المخيمات الصيفيه هذو احنا ما نتاخروش عليهم. لا مسؤوليتكم مسؤوليتكم سيد مندوب مسؤوليتكم. المسؤوليه الواحده نقول لك تعرف شنو الساتيا ما هو تابع الوزارة الشباب والرياضة وما خاصك تدافع عنه. الشاب الساتيا خاصو يخلص ارواح الناس لا صرار ضروري ولانه لا في ارواح عباد الله ولا ضروري خاصو هما اللي يقول لك الساتيامات الجنوب ما بحال الساتيامات طنجة اللي مشيت انا فيهم الكرسي بحال ديال الطيارة ولا اكبر منه ومحرك وفيه الراديو. السيد المندوب لا اسمح لي انا ما بغيتك تغلط وما بغيت تدي المسار للدفاع على شيء ما هو خالد. ما بغيتش تفهمني خطا. انت بغيت تدافع عن راسك. لا اسمح لي اسمح لي خليت نتكلم بحقيقه. الناس يصنتوا لنا والناس خاصهم يعرفوا الحقيقه وحنا ما جينا هون باش نسبوا الوزير ولا نسبوا واحد ثاني. لا احنا جينا نقولوا حقيقة. نعم احنا جينا نقولوا حقيقة. انت تقول الحقيقة. نعم السيد دافع. شوف احنا عندنا نقطة واحدة عندنا فاجعة والسبب ديالها سي عبد الله. شوف السبب ديالها الطريق. نعم. ما هي معدلة وزارة النقل. صحيح. السبب ديالها الثاني هي الساتيان. الآن نحن في مرحلة الساتيان تدافع عنه تقول عن كيران. لا سي عبد الله هو شوف شوف. تكلمت عن الصيفي. الصيف. الصيف. هو شوف الصيف. الصيف. الصيف شتوى العام. هي ابن حرام. وراني قلت هذا يا مات لي واحد يصيف طول ولده معاك راني قلت هذا سي عبد الله مات لي واحد يمشي في الصيف عبد الله انا عارف مع الاولى يدي في وته ويجيبو سي عبد الله سي عبد الله طيب دقيقه الله يخليك لا باش ما نخرقوش لا باش ما نخرقوش سي عبد الله سي عبد الله سي عبد الله غلطتي واحد دقيقه واحد دقيقه واحد دقيقه ما فهمتيني شحال فهمتيني الحافلات اللي تابعين شوف لا الحافلات شوف والله يتكلم انا اكبر منه شوف غير كلمه واحده غادي يعطيك غادي يعطيك والله يسكت ما يتكلم تفضل شوف الحافلات كيف يعرف هذا الراجل سري وهذا راهو من الناس اللي نعرفوا احنا بزاف صغير. نعم. سمعت وجرى 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 في الرياضه لا هو الحياه لا يكذب حد بل. نعم. راهو جرى لا وحده. استنى نعم. من النهار اللي نعرف الكيران ديال الصيف انا ما نتكلم عنه لكن يعني وزاره الشباب وتخيل الشركه اللي بغات هذا انا ما تكلمت عنه. انا اللي نتكلم عنه دريك هو عن الحافله اللي رافده التركه وقعت فيها الفاجعه الله يرحمهم هي الست ايام يا عباد الله. وراه عبد الله قال كلمه قال لي ندعي وزير النقل وعنده الصح صحيح وندعي مالي شركه الساتيام ومن العالم الفضه صحيح وعنده الصح صحيح ياك سمعت هذا هو اللي تتكلموا عنه. انا لما فهمت كلمتك قلت عن الحافلات الصيفيه ما فهمتش كلامي لا شوف تفضل عندك احنا مازال التحقيق اولا جاري نعم باش نعرفوا هذا التحقيق لا زال جاري التحقيق مازال جاري نعم يجب محاسبه ديال المسؤولين محاسبه ديال الشركات محاسبة ونحدوا المسؤوليات. انا لا ادافع على شركه ديال النقل هادو اطفالنا. نعم انا كنقول على انه حنا ترسلوا عدد كبير في ظروف جيده كاينه مسؤوليه ديال البشر. الله يجزاك. نعم كاينه مسؤوليه اتفق معك ما تفهمونيش الله يخليك. لا 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 ما كاينش اتهام لا ما كاينش اتهام احنا الناس كيشوفونا الناس كيشوفونا لا ترى كنت في حافلات جيده في الصيف احنا في الصيف العنصر نقاش مهم كاين العنصر باش دار هذاك الصيف باش تدخل مع الصيف ولا لا لا عن النقل انا قلت عن النقل ديال الاطفال لانه شرتيو النقل ديال الاطفال النقل ديال الاطفال كتخير وزاره الشباب لا ما كتخيروش لا 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 ما كتخيروش عفاك الله يخليك ما غلطوش الولايه كدير لابيل دوفر ديال ثلاثه الشركات وكتصيفط لهم حنا كنحضروا وراه هو النبض ومعنا الاتحاد التربوي وكيمشي لابيل دوفر وكتجي ست ايام كتقول لك انا غنخذ وكيكون لي كونديسيون ولكن هذا اللي قلت راهو معقول يا خوتي راهو كيجي ست ايام بكري كيجي ست ايام واصل هنايا في 7 الصباح الله يربي نعم وكاين يرقد الى الاربعه ديال العشيه كيمرقوا الناس العنصر البشري ما نبقاش نقول هذا اللي قلت راه معقول ولكن هذا الست ايام شوف الاخوان خصك تكلموا راه ما كاينه شركه وحده هنا جوج سوبراتو لا اللي عندها ديبو ديالها خص لها ساطاس دير ديبو ديالها حقبه فين ينعسوا الشوافر فين يرتاحوا الشوافر الناس كيجيو كيمشيو يخلصوا لوطيل واش يرقد واش ما يرقد الله اعلم الله اعلم اما حنا هذا قضاء وقدر راهو التركه في راسكم التركه اللي ماتوا وفي الطياره تلاميذ اللي جاي من المانيا والمغاربه جوج اللي جاي يتفرجوا في ريال مدريد وراكبين من مدريد جايسين فرنسا وطاحت الطياره وطيح هذاك الالماني الى اخره
حتى هما مساكن راه ولكن شكون السبب؟ سبب بشري بشري حنا حنا نلوموا هذا السبب شكون يعني هذا هو شوف خالد شوف ايمان بالقضاء والقدر الله يجازيك يا غير الاخطاء انا مآمنين به هو حنا هذا هو اللي كاين سي صحيح سي صحيح عبد الله شداد غنطرحك واحد السؤال جوهري نحن مثلا في هذه الحادثه اللي وقعت ربما نفسيا عند الاطفال عاد عندهم تخوف حتى الاباء عاد عندهم تخوف والله يسلموا ابنائهم مثلا الرحلات سواء المدرسيه او رحلات صيفيه وما الى ذلك نحن نريك تخوف مشروع يعني احنا مثلا هذا التخوف مشروع هذا التخوف مشروع احنا يعني مثلا كيف ما كان الحال في نهايه المطاف هذا قضاء وقدر صحيح نعم. ولكن استاذ النبض يعني خصنا ذاك الوازع ديال الخوف وذاك الهاجس عند الاباء كيفاش ممكن احنا ان نتخلصوا منه لانه ما يمكن مثلا انه مجرد حادثه وقعت مثلا هذا السؤال غير صحيح ذهب ضحيتها مثلا 34 طفل وبالتالي يعود هذا دائما هاجس وخوف وينعكس على 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 التربيه المدرسيه ينعكس على الانشطه المدرسيه ينعكس على الرحلات وما الى ذلك اللي هي متنفس بالنسبه للاطفال وما الى ذلك هذا شكرا اولا نشكرك على هذا السؤال لان كما قلت على ان تخوف الاباء تخوف مشروع انا منين نعود نشوف على ان الكيران اللي ديال الستيان ولا الكيران ديال الشركات النوعيه ديالهم شمال المملكه ما هم النوعيه اللي كتدخل الصحراء كيعود عندي كيعود عندي اسمه هاجي الماكينه ديال 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 الكار ديال الطياره ديال كيف ما لحقت قيمتها الا ما عاد عندها واحد الوقت دير لها فيزيت وتصرح وشوفوا اللي خاسر فيها واللي كذا راه ما الى تم تمشي فما بالك بالكائن البشري نعم. هو راهم كاينين جوج شوافير يغراه يركب عند الرويضه كان ذاك الرقاد اللي كيرقد كانوا كافي باش يعود يقاوم ويقبض 600 كيلومتر ثاني ولا نقول كلمه مولي حتى الاطر والمسؤولين على القطاع ديال الشباب ومن غير الشباب واللي كذا هذا الطفل اللي ماشي من هون الى بن صميم مثلا والسعيديه وقابضينه ديريكت ماشي في الكار انا نعرف ملي كنا في المخيمات الى عندنا ماشيين في الكيران ما نلحقوا غادير ينتخل خيمتنا ويعطونا بلاصه ممكن نرقدوا فيها الى النهار الثاني وربما كاع الى عقب ذاك اللي نشوفوا نصراحه باش نقيموا يعني كل 600 كيلومتر خاص الشيفور يتبدل ما هو يرقد تحت فوق الرويضه صحيح صحيح كل تركب ملي خاص يعني يصطرحوا زياده على ذلك علاش كاين الا الكيران البدائل الاخرى كيف شار الاخ القطارات مينيبيس علاش النقل البحري السياحي علاش ما يعود عندنا هون وخاصه وان المسافه كبيره وياك هي ترفيه ديال المخيمات نجيبوا السيدي نجيبوا السيدي قارب سياحي منها الفتره ديال التخييم تبدا انطلاقا من ذاك القارب يعملوا فوات اربع ايام ولا خمسه النقل الجوي اللي الحمد لله الاسطول لا يعمل يعود البيت تجيبوا لك الطيائر كاع ما تعرف منين جاوا اذا هذه المسائل كامله ولكن احنا ما نخلو ملي القضيه ماساويه هو التخييم مساله ضروريه للتنشئه او كذا حق الطفولة كاين حد حق لانه حق كاين حد اللي ما قد شاف الغابه كاين اللي ما قد شاف البحر كاين اللي ما قد شاف مناظر ثانيه ما نحرموا ما نحاولوا نحرموا يعني غير في المقابل يعني غير في المقابل هذه فرصه باش نعودوا نوقفوا على المسائل ونبنيوها على الصح ونشوفوا الطريقه اللي تم الاستفادات واللي تم استعمال الطريق واللي تم المسائل يعني اللي هي استاذ النبض بغينا مثلا نوجهوا احنا رساله يعني للاباء بانه هذا الحادث اللي وقع هو حادث عرضي قضاء وقدر وبالتالي ما خصو يعود مثلا وازع ولا خوف يقود مثلا من طموح الاطفال من 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 من, من رحلاتهم من منعهم مثلا من من ممارسه يعني رحلاتهم العابهم المدرسيه وما الى ذلك هذا ما يقول لك بس ناس مؤمنه بالله مؤمنه بالله القضاء والقدر غادي نقول لك شيء اسمعني نقول لك اولادنا احنا اللي ركب ولدي سات يوم الخرس طرويته ما وكله نقولوا قض نعم ما تقعد يطلع اسمعني نقول انا ما نقول لك عنه احنا اللي يخلعك هو تقعد راكب طياره وتحس موتورها واحد يقول لك راه واحد الماطي ساكت اللي تركب طياره والله ما تدري تركبها يا غير احنا نقولوا عنه كيف قال المنتخب ديالنا عنه الست ايام راه كاين الست ايام الكلاس نعم احنا راه ما خاصنا بريمير كلاس راه ماشي طنجه الدار البيضاء طنجه الرباط طنجه وراه العيون الرباط العيون قاعد يخاصوا بريمير كلاس الداخله خاصه الى عاد شي فوق بريمير كلاس يعطوا له حتى هي لان راهي في الخلل خالي نعم. اذا هون احنا رانا كنتكلموا كنبغينا نشوفوا شي زين نعم. ورانا احنا ما نلزقوا كاع بغينا كاع الحكم الذاتي
هو عطوه لنا ضريك ونعدلوا حنا الشمارط ونعدلوا كيرا ضريك عطونا لا ميزانيات. شوف راه نشوف ما خالد حد ما تكلم ولا خالد حد ما عدل اللي عليه. بداها من المنتخب زيدها الكوركاس زيدها لهذو الرياضيين نقابات وذا كامل راه ما خالد حد ما كيكتب يا غير ذي البايق. انا ماني عارف الى عادوا وزاره عندهم قلب والله حكومه عندها قلب علينا. احنا اللي عنده قلب علينا في الصحراء انا بعد ما نشوف ما يتوقع بها تجينا وزاره الداخليه. نعم وزاره الداخليه اللي عاد ينقالها ام الوزاره. نعم راهي بعد قابض حنان. طيب شكرا. راهي قابض الحنان ديالهم راهي اللي هي تحضر في كل شيء. وهي كاينه قاعده حنان هي كاينه وزاره واحده. الوقت وزير النقل متخزن عليك. سي صالحي الوقت داهم من عندك. اخويا اسمح لي اعطيني كلمه 30 ثانيه. واقف هذه 30 ثانيه الله يجازيك. اولا انا لله وانا اليه راجعون. هذا يعني كارثه عظمى مصيبه الموت. هذه الله سبحانه وتعالى يقول يعني في كتابه انه مصيبه الموت. ف احنا جرنا الاهالي ولازلنا كنزورهم وفقد زميلنا الصحفي ارضيه الزوجه ديالو اللي خلى وليداته خمسه وعزيز بوعالي خلى وليداته سنقار خلى وليداته وهذو اطفال مساكن الى اخره. وهذه الدكتوره اللي مسكينها السنه الرابعه في الميديسين بقات لها سنتين تخرج توفات وجات غير تزور الاهل ديالها السيده كالك بوجدور. يعني احنا الطالب الجامعي اللي مسكين يومين الناس ما عارفين من قاس علال الله يولي برحمه الله ومن اطيب خلق الله واللي كان يقيس السبيطارات وقاس الناس. يعني ايش نقول لك احنا هادو كاملين اهلنا وخوتنا والله يوليهم برحمه الله. انما هذه موعظه لنا بعدا باش اننا يعني نتمسكوا بالدين اكثر اكثر وما نفرطوا وما نفرطوا. احنا مفرطين ولكن خصنا يعني الانسان يرجع. ثانيا انه وتستمر الحياه. راه وقعت الحادثه وقعت الحادثه الجمعه والجمعه صلينا على الناس وقال والجمعه بالليل في ستيام مشى عامر ونهار الحد مشى عامر وحنا عندنا سباق غادي نمشوا هذا الحد اللي ينقيسوا مراكش. طيب شكرا. ولكن حنا كنتمناو بحال اللي قال السي صالحي ان تكون دوره استثنائيه للمجالس الجهويه. دوره استثنائيه للمجالس الجهويه. طيب ويكون شوف وتفعيل التوصيات ديال الكركاس اللي دارت في السماره ديال القطار. شكرا لك عبد الله. هذاك القطار بغينا في الصحراء. بقات دقيقه على حسب غرفه الاخراج ومثلا تخطينا الوقت محدد البرنامج. نقسم بكم الوقت. عزاؤنا واحد لعل توصيات هادو فقدنا ابنائنا وفقدنا اصدقاء ديالنا في هذه الحافله وفي هذه الفاجعه. غير اللي تيبغي نقول كما قال السي عبد الله على انه ما نخلعوش واحد ما نديروش واحد الجو ديال الهلع وديال نعم. الحياه غتستمر ستستمر صحيح. نحن كمسؤولين الان في هذه المرحله ما يمكننا الا نطالبوا بالمحاسبه اولا. نعم. تحديد المسؤوليات. نعم. احنا ما كندافعوا على على الحافلات ولا كندافعوا انما تنقول على انه ولا يجب انا تنقولها وهذا هو المطلب رقم واحد. ماشي هذا المطلب رقم واحد هو تنية الطريق ويجب تحديد المسؤوليات. عزاؤنا جميعا هذوك ابنائنا وهذوك اخواننا واهالينا كلنا يعني ضعنا فيهم ونطلب من الاباء على انه يخلوا الابناء ديالهم يمارسوا الرياضه لانه هذا حق من حقوقهم. نعم. يخلوا الوليدات يمشيو للتخييم رحلات يمشيو الوليدات. نعم. هذا قضاء الله وقدره. نعم. ولكن الحياه تستمر. نعم. ماشي معناه انه غادي نحبسوا ما نديهش في حافله ديال ست ايام من العيون الى اخره او غنديه معايا. ربي هو اللي كيعلم شنو غادي يوقع. هو الحافظ في كل شيء. هو الحافظ. نعم. اعتقد على انه ما يمكننا الا نعزيو انفسنا ونعزيو هذه الاسر كلها الاسر المكلومه. نعم. وخصنا ندير واحد الواجب ديال 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 التضامن ديال هذا. وبالمناسبه انا هنا تنهني الاخوان هنا في العيون جمعيات رياضيه اخوان مهتمين بالجانب الرياضي على تضامنهم على زيارتهم للاسر على زيارتهم الاسر. وبالمناسبه تجدد الرحمات على السي سنقار الله يرحمه على الاخوان السي عزيز بو علي وعلى الجميع. الله يرحمه ويرحم الجميع. اختم معك ب 30 ثانيه. لا, لا لا يسعني الا ان اقول انا لله وانا اليه راجعون. ما وقع وقع هذا مكتوب قضاء وقدر لكن يجب اخذ العبره من هذه الواقعة. نحسنوا الطرق ديالنا نحسنوا الظروف ماشي باش نحد باش 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 نحيدوا كيف هذه الفاجعات ولكن على الأقل باش نحدوا منهم وتعود المسؤولية مشتركة الجميع يعدلها من أجل غد زاهر إن شاء الله. أنا بدوري لي أنا أختم بعد كاع
التعزيه ونقول ان الله مع الصابرين. نعم. ورانا معزين جميع الموتى وجميع الفاجعه الاولى ديال فيران كليمي والفاجعه الثانيه ديال ستيان، ورانا معزين جميع اهل الضحايا. يا غير عندي رساله للاعلام، الله يجزي بخير، يتحفظ على صور هذو الاطفال على خاطر ابواتهم وعائلاتهم، ما هو حد يشوف صور تولدوا ميت ما هو يتفكروا ولا يتمنى لا يظل يبكي. الله يجزيهم بخير اللي ابغاو، وراني طالبه من الجميع اللي مشارك في التويتر والفيسبوك، الله يجزيه اللي يتكلم الانسان على الحادثه كيما بغى، غير الصور حفاظا على خاطر ابواتهم وعائلاتهم، الله يجزيهم بخير اللي باش تبقى مشاعرهم. ويا كان مولي مولانا اعطانا نعمه النسيان. نعم. مولي والله يرحم الجميع. امين. ورانا مولي معزين روسنا ومعزين الجميع. شكرا. غير بغيت نشكر كما شكرت الشاب ورياض، نشكر التعليم، لان مؤسسات كثيره داروا دقه صمت ووقفوا ترحما على هاد الوليدات اللي هما ابناء التعليم، وكذلك مؤسسات ومجتمع، مؤسسات تعليميه الان للان كتجمع خاصه التعليم الخصوصي، كيجمعوا الان مبالغ ماليه ومساهمات من عند التلامذ باش يقدموها لهاد العائلات المعوزه اللي في الحقيقه. طيب. انا طيب. كنشوف انها تحت الصفر. طيب. وانا لله وانا اليه راجعون. يعني الوقت يداهمنا، ويعني نقاش في هذا الموضوع نتمنى في نهايه المطاف انه جميع الرسائل تكون قد وصلت الى الجهات المعنيه بالامر. أصبح إلزاما العمل على إيجاد الحلول والاقتراحات ووضعها موضع التنفيذ للحد من هذه الحوادث، أو على الأقل تقدير معالجة أسبابها والتخفيف من آثارها. إلى هنا مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أشكر ضيوف حلقة الليلة، وهم على التوالي الأستاذ بوعزة المفضل نائب وزارة الشباب والرياضة بالعيون، شكرا لك على جميل حضورك. وشكر كذلك للسيد عبد الله الصالحي احد شيوخ قبائل الصحراء، شكرا لك على حضورك. والشكر كذلك لمحمد الشيخ النبط منتخب، شكرا لك. اشكركم بدوري على الاستضافه. والشكر اخيرا وليس اخيرا للاستاذ عبد الله جداد رئيس منتدى نادي الشباب الساقي الحمراء لالعاب القوى بالعيون. ونختتم الشكر نختتم بالدعاء يعني فاتحه الى كان ممكن فاتحه. نعم. يعني الاخوان طلبوا منا مثلا قراءه الفاتحه ترحما على روح الضحايا ضحايا حادثه الطنطان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. رحم الله الجميع وتغمدهم بواسع رحمته والهم ذمهم الصبر والسلوان أسرة قناة العيون. مرة أخرى تتقدم للعائلات المكلومة بخالص العزاء والمواساة، إن لله وإنا إليه راجعون. حديثنا لهذا الأسبوع انتهى، الأسبوع المقبل لنا حديث آخر. السلام عليكم.